كان في المتناول واخا كان شويه طويل، والحمد لله غطاء الله قدرنا نكمل. الحمد لله كان شويه في المتناول. حنا مسلك العلوم الرياضيه تحط لنا امتحان شويه صعيب بالنسبه للميكانيك، اما بالنسبه للشيمي كان كلشي مزيان الحمد لله. الحب لي ماده الرياضيات والفيزيك وصافي. يعني هو اللي تيخليكم ديروا هذا الامتحان؟ الامتحان كان ساهل بزاف، عباره عن فريد راه اللي ما بغاش ينجح وصافي. شنو درتي اخوي سلطان؟ هاد الانواع نقول لك الصراحه قرا معايا العام كامل ما كانش كيبغي يدخل، وهذا هو السبب. هذا هو اللي ما بغاش يقرا خرج على راس. هذا ضربوه بعامين حبيبي. ثلاث سنين الله يطلق صراحة وصال. المهم يا ربي كلشي ينجح، يا ربي كلشي ينجح، وهذه هي الكلمه. اوكي بقراك. اعزائي الكرام تعاونوا معنا، حنا طلبه بغينا ننجحوا. شو السيد مسكين اللي كان دابا شو هذا اللي تعاونوا معاه مسكين؟ شو دابا السيد تاهو؟ شو دابا دابا ما يستحقش ينجح هذا؟ شو مسكين؟ شو صافي ما تبكيش يلاه غيره. داكشي في المتناول ما نكذبش عليك والله، منك ديما ملي كيكمل البروغرام كيحطوا داكشي في المتناول، ماشي ملي ما كيكملش البروغرام كيحطوا داكشي صعيب. دوزنا فيزيك تحيه. كيفاش كان داكشي؟ مزيان ماشي ما صعيب ما ساهل، فهمتش؟ كاين في معدل ماشي الوقت. الوقت شويه معدل شويه، داكشي مزيان والله شويه حافظ غتخرج، ما حافظش ما غتخرج. اجواء الصباح يعني اجواء مزيانه ماشي باخي والله، يمكن لخا العال اول. ها دابا باقا لنا لونغلي في العشيه ضروري. كيتهضر الله يحفظك. مزيان الحمد لله كلشي دار مزيان، غير ملي تحيدوا لنا النواسات واسطر والحماء داروا فينا خير ديال الكيمياء. الكيمياء اسطر والحماء يعني ما لقيتوش الصعوبه؟ لا ما لقينا الصعوبه، غير اللي خادم داكشي وداير وطنيه خادم وما راه غايجيب مزيان. بالنسبه ل كانت الحراسه مشدده؟ لا كانت الحراسه مزيانه، داكشي زوين يعني اللي عنده شي حاجه راه عنده، ما كاينش داك اللي كينقلوا ولا شي حاجه، يعني بنادم خادم على راحته والاساتذه هما حاضرين ومخليك مرتاح، يعني ماشي بقاو حاضينك ولا حاطين عليك، ماشي مزيان. كيخليوك تخدم على راحتك. كتخليك تخدم على راحتك. شنو غديري ان شاء الله المره الباقيه ان شاء الله الى نجحتي؟ ما عرفتش صراحه، كاين افكار بزاف باقي ما دارتش، ناخذوا ان شاء الله النقطه ونشوفوا شنو غنديروا. شويه الحمد لله داكشي شويه مزيان، واخا حطوا لينا شي دروس ما كناش معاونين تحطوا، ولكن سلكنا راسنا كما كنقولوا. ست الورقه شي اسئله كاملين؟ لا ماشي كلشي، واللي عرفت درته واللي ما عرفتوش راه ما درتوش. واش كانت القضيه مزيره شويه؟ شويه على حساب الاساسيه، داكشي كيبقى على حساب الاساسيه، واش ماشي واش ظريفين واش قباح واش شي. المهم حنا جاو فينا الحمد لله اساسيه في المستوى يعني تعاونوا ماشي زعما كانت الامور عادي. شنو باقي لكم في العشيه؟ في العشيه عندنا لونغلي. خويا الاجواء دازت فهمتي مزيانه، ما كان حتى شي حاله غش، ما كان حتى شي انفلاتات، الحمد لله المدرسه كانت مزيانه، واخا المراقبه شويه مشده وديره فهمتي، وهذا حاجه طبيعيه فهمتي. هادشي راجع للاعوام اللي سابقين اللي كانوا فهمتي حصلوا بزاف ديال الحالات غش من عند الدراري. اما بالنسبه للامتحان ماهوش لك صعيب، نقول لك ساهل بالنسبه للناس اللي بريبارا ووجدوا. دوزنا ماده الفيزياء وفي العشيه عندنا لونغلي، يعني انت اللي درتي مجهود وكان راسك عامر راه غادي تحط داكشي اللي عامر به راسك، ما درتي والو راه ما غادي دير والو. انت كتميل كيفاش كتشوف المستوى يعني دابا ديال التلاميذ؟ خويا مستوى التعليم منحط في المغرب فهمتي، ما جاش نقول لك مني وجبد، حيت انا كون كان مستوى التعليم طالع انا ما غاديش نبقى 3 سنين وانا في البكالوريا، وهذا كاين جوج اسباب مني انا ومن فهمتي ومن الدوله. مني انا ملاشي مني انا ما فهمتش، ما درتش راسي في القرايه تعطلت وهرب عليه فهمتي، كيف كيقولوا بين قوسين هرب عليه التران عاش باش غنفيق، ولكن ما فقش ديك الفايق اللي خاصني نفيق. المهم هادشي اللي كاين. وبالنسبه للتعليم حكيني شي اساتذه كيعطيو داكشي اللي في جهدهم، واساتذه الله يكون في العون راه الله يسمح لهم وصافي. يعني ناقصين شويه في ناقصين في المستوى التعليمي ديالهم. شنو الرساله ديالك لهاد التلاميذ يعني اللي تعولوا على الغير؟ واخا فهمتي اول حاجه كنتمنوا النجاح لكل شيء، والدراري اللي باش فهمتي الدراري اللي كيعولوا على الغير راه الله يكون في العون، راه الدري مسكين كيبغي يفرح والديه، راه حتى هو كيضطر انه يمشي ينقل، ماشي باغي ينقل باش هو يبان واعر ولا هو كيبغي يمشي ينقل باش يفرح والديه في شهر 7 نهار 1. شكرا.
شكرا لك. ماشي مشكل خويا. خويا داكشي اللي درتو في المادة الفيزيك داكشي اللي درتو انا واللي عارفه واللي درت. يعني ما نقولش لك جاوبت مزيان، ما نقولش لك جاوبت خايب، يعني ورقة خرج مزيان، ولكن ما نقول لك المهم داكشي اللي عرف كامل على الله، الكامل هو اللي خرجوا في الورقه الاولى ما قدروش. كاين بدا كاين حالات غير حالات ديال الغياب، وكاين شي وحدين داس نص ساعه الامتحان وخرجوا اللي ما قدروش على الامتحان. ماشي ما قدروش، كتلقى هو اصلا ما باغيش، كتلقى باغي هاني فو باك مش فهمتيني، هو ما باغيش وهادشي اللي كاين اخويا. شكرا. ماشي مشكل خويا. داكشي داز زوين ساهل، داكشي زوين وساهل اخويا، ولكن صعبوا معانا الفيزياء والكيمياء ساهل. الكيمياء بعدا ساهل، الكيمياء ساهل، الفيزياء صعيب. جوراق الاخرين كاع ما قسم فرقه شيخ متناول، وان شاء الله فهمتي بكالوريا، بكالوريا ان شاء الله 2020 اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.